احتمال كبير تخلص من هدول الأشخاص بطريقة من الطرق، أما ينتقلوا لمكان تاني أو يبعدوا عنك. في طاقة بعد بينك وبينهم، أو إنهم هم راح يطلعوك من رأسهم، خلاص مش قادرين عليك. كمان في ناري وهوائي، لكن الأكثر شيء التراب يبين بالأوراق. لبرج العقرب حبايبي، في زي تحذير من حوادث السيارات، السرعة في السيارة، إنه نشيك على سيارتنا منيح. في احتمال إنه نعمل حوادث بسيطة، فدير بالك من تهور بالسواقة بالفترات الجاي. في وهم معين كنت عايشه لبرج العقرب، كنت عايش في أوهام معينة، لكن بالأخير عم بتكون أنت الملك والأمور زي ما قلت من قبل. كمان الكروت عم تتكرر إنه أنت رح تكون عندك بصيرة أكتر في اللي حواليك وفي الأمور، فعم بتكون أكتر متحكم في الموضوع، وعم بتوديه لصالحك بكل حكمة وبكل قوة من ناحيتك. بالنسبة للأشخاص اللي بيدرسوا، في خبرية حلوة في النهاية رح توصلوا لها، لكن في جهد مبين كبير من برج العقرب، وأكنه دراسة وبس، ما عندهم وقت لتضييع الوقت. مبين عندي إنه في تركيز كبير بشهر 7، وفي دراسة من ناحيتهم، وأكنهم خلص حاطين في هدف معين إنهم يوصلوا له وعم يوصلوا له. في خبريات حلوة ممكن تكون للي بدرسوا دراسات عليا. خلينا نشوف إيش إذا في سفر للناس اللي بيستنوا السفر. إذا في ممكن بالمستقبل، احتمالية كبيرة بالأشهر الجاي قبل نهاية السنة، لكن في شهر تموز عم بتكونوا عم تنتظروا هذا الخبر للي مستنيين تغيير. ممكن يكون في تغيير كمان مسكن لبرج العقرب، عم بيحاولوا يبلشوا بداية جديدة بمكان جديد. ممكن هذا الاشي يكون مسكن، وممكن يكون بغير طريقة تفسروها. في شخص واقف يعني مش راضي عن هذا السفر، عم بيحاول يعرقل الأمور، لكن الأمور في النهاية عم بتروح للمسار الصحيح، ورح يكون في سفر بالأشهر الجاي. فبحكي لك ما تتعب، عندك أوجاع في الرأس، ممكن شقيقة، ما بعرف، في الرأس أو الرقبة، في موضوع مأرقكم، ممكن يكون عاطفي هذا الإشي. فهذا كل إشي بالنسبة للدرس والعمل، كمان للسفر. بس شايفة في رغبة كبيرة بالسفر لبرج العقرب هذا الشهر، وأكنه عم بهربوا من مكان لمكان، عم بهربوا من متاعب ومن قلة المادة أو قلة المال في المكان اللي هم فيه. عم بيحاولوا يغيروا المكان لحتى تيجي رزقة ممكن. خلينا نشوف العلاقات العاطفية. شوف أول إشي للعزاب حبايبي، إذا مستنيين فرصة، برج العقرب، شوف إذا في زواج أو حب أو بوادر علاقة عاطفية للي ما عندهم حدا أبدا في حياتهم. بالنسبة لطاقتك أنت حبيبي، عم بتكون مبسوط لحالك،
مبسوط بعزلتك، يعني وكأنك يعني مليت من الأشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم إشي، ولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها. إذا عم تبعد عن كل هاي الطاقات، عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية، عم تروح للواقع أكثر. بالنسبة لطاقتك أنت، في رزقة، في مال، في الموضوع، في أبراج بينت هوائية، أبراج ترابية، لكن أكثر شيء حتى أوكي ترابية ومائية وهوائية، لكن أكثر ترابية وحتى نارية، يعني كل الأبراج، لكن على الأغلب ممكن يكون ترابي بالمرتبة الأولى أو ناري. هذا الشخص اللي جاي في طريقك، أنت ما بدك تدخل علاقة يا برج العقرب، وكأنك ماخذ استراحة من العلاقات العاطفية، مليت خلص. تحكي لحالك حتى لو إجا شخص جديد فما يعني ما حيزبط، هيك طاقة تشاؤم عم بتكون فيها في هاي الفترة، فترة شهر تموز. لكن في شخص، لكن بميل أكثر للصداقة، ممكن تبلش صداقة بيناتكم وتتطور، فممكن يكون هذا عبارة عن صديق، لكن تفكيره عم بيكون أكثر بتغير. لكن هذا الشخص مبين إنه ما كنتوا تعرفوه، رح يكون شخص جديد 100%. برضو بينت الأبراج الترابية والهوائية، ممكن نارية، والناري بغلب في هاي الأوراق. إذا للعزاب، في شخص حيظهر بشهر تموز إن شاء الله، لكن ما حتكون أولها حب ولا اللي هي علاقة جدية، رح تكون عبارة عن صداقة أول شي تبلش بيناتكم. إذا على مراحل، ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك أو يطلب الارتباط، رح يكون صديق. هذا الشخص تعرض قبل هيك كمان زيك تماما، يعني أنتوا بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة، تعرض لأكثر من خيانة ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة، فهو بيشبهك في هذا الموضوع. صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص، ممكن يغدق عليك فيما بعد بهدايا، في وفرة مالية عنده، أو ممكن أنت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه. ممكن يساعدك في أمورك هذا الشخص، أو ممكن يساعدك في البزنس تبعك، لكنه هو في عنده نية إنه ينشئ علاقة، فحيبلشها عن طريق صداقة. هذا كان للعزاب. فأنت إذا حابب إنك تدخل علاقة، الفرصة موجودة، لكن أنا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا، لأنك مش مصدق راح تكون كل الأشخاص، وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب، عم تتسرع بالحكم على الأشخاص. فأنا بقول لك أعطي فرصة لكل الأشخاص، في فرص أحيانا إحنا ما بنكون عم بنشوفها. خلينا نسحب ورق للمتزوجين من برج العقرب. عم بيكون في مال جاي بالطريق عن طريق شغلك انت او شغل الشريك، في ربح من نوع معين او استثمار، عم بتلاقي يعني نتائج حلوة
مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة، لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع. إذا المادة بتغلب على أكثر تفكيركم، في شوية مشاكل يمكن متعلقة في أكثر في الأولاد، مش متفقين على وجهة نظر معينة، وكأنه أنتم مختلفين دائما أو بتجاكروا بعض أو مش عارفة، في طاقة مش مظبوطة اللي هي كل واحد حاب ياخد إجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين. في بعد لكن ما في طلاق، بعد ورجعة وزعل عادي اللي هو بين المتزوجين، ما في شي بخوف. عم بشوفك بتمسك زمام الأمور بالنسبة للمادة، والشريك عم بترك لك إياها بإرادته، عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول، وهذا أحسن لإلك، لأنه أنت عندك إدارة كبيرة، خاصة الزوجة، خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب إنهم يديروا أمور المنزل، خاصة المادية. فأكثر مادة مبينة عندي في طاقة بعد للمتزوجين. خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين، اللي على حب أو صداقة أو إعجاب. شوف شو الورق ممكن يكون. بالنسبة للمرتبطين، انتوا الاثنين عم تستنوا الارتباط، وكأنه هو بده ارتباط ولكن ظروفه أو الظروف اللي حواليه لسه مش جاهز، لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه، وأنت نفس الشيء. يعني أنتوا الاثنين كتير متفاهمين، لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا. هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات، اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة، خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لتكون جدية أكثر. عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحيانا، بس أنت الأول والأخير عنده. ممكن يكون في علاقة ثلاثية. أها، ورقتين ورا بعض، وهي الثالثة. في علاقة ثلاثية في الموضوع، لكن ببين إنه عم بلعب عليهم، أو إنه هيك يعني بيجوا بيروحوا في حياته، لكن مرجوعه إليك. عم بشوف فيك صفات ما عم بشوفها بالطرف الثالث، وكأنه ما عم بيعبي له عينه، فعم بيكون في رجوع إليك، طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد هيك كنتوا عم تبعدوا وتقربوا، تبعدوا وتقربوا، ولكن شايفة في استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية، وكأنك رح تغفر له أو عم تعرف عن هاي العلاقات. في ناس بيقبلوا إنه يكون في علاقة ثلاثية، أهم شيء يكون الشريك معانا. في ناس بيفكروا بهاي الطريقة، فممكن هذا على البعض بينطبق، لكن أنا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بإيدك، فالأمور بتهيأ لي إيجابية لبرج العقرب. خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا رجوع أو اللي ملوا حتى من الانتظار، لكن مش لفترات بعيدة. الورق ببين اللي هي الفترات القصيرة، من أشهر مثلا تاركين، من أسابيع، مش من سنوات. الورق ما ببين
الموضوع إذا كان من سنوات طويلة. خلينا نشوف إذا للمطلقين ولا المنفصلين من برج العقرب.